بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من السلسلة الثالثة، سلسلة عظماء من بلاد الإسلام، التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها إن شاء. وحديثنا اليوم مع شخصية معاصرة فريدة، جمعت بين جوانب من العظمة فبرزت وصار صاحبها للناس إماما. وهذا تقريبا هو شرطي في هذه السلسلة، ألا أورد شخصا إلا وقد جمع من جوانب التفرد والعظمة ما يؤهله لأن يكون في هذه السلسلة ولأن يكون يقتدى به من الأجيال. حديثنا اليوم عن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وهو مشهور معلوم للناس في هذا العصر، ولكني إنما تحدث حديثا يكون وثيقة للأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ولد سنة 30 و300 ألف، وتوفي سنة 20 و400 ألف، فهذه 90 سنة عاشها رحمه الله تعالى. لا نعلم أنه قصر في الدعوة إلى الله تعالى أو في سبيل تبليغ العلم النافع، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، ولا نزكي على الله تعالى أحدا. عاش هذه المدة الطويلة من حياته المباركة عاملا عالما في كل دقائق حياته، وأيضا أحسبه كذلك والله حسيبه. اجتمعت جوانب للعظمة من العظمة في هذا الشيخ، فهو كان عالما كأحسن ما يكون العلم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع العلم بين القرآن وبين الحديث، وكان فقيها على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في أول طلبه العلم، ولم يمنعه ذلك بأن يكون واسع الأفق يختار من الأقوال الفقهية أجودها وأقربها إلى الكتاب والسنة في ظنه وفي رأيه رحمه الله تعالى. فإذا كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الفقهاء، وكان أيضا رحمه الله تعالى إضافة إلى علمه كان عاملا. وهذه نقطة خطيرة مهمة في حياة العالم، فإن العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه يكون عالم سوء والعياذ بالله، يضل أكثر مما ينفع. وعالم السوء مصيبة ابتليت بها البلاد الإسلامية والعالم الإسلامي كثيرا في القرون المتأخرة، وكانوا حربا على الإسلام وأهله في الوقت الذي كان يتوقع منهم أن يكونوا خير ناصرين للإسلام والمسلمين. هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما عاملا، والعمل يتجلى في صور كثيرة، أولها أنه كان محبا للمسلمين متابعا لأخبارهم ودقائقها في أي مكان من العالم كانوا. وهذه سمة للعالم الصالح العامل، أنه ليس فقط يلتفت إلى أهل بلده ومحلته ولا لأهل بلاده، إنما يكون له جهد وعطاء مع المسلمين جميعا. وهذه نقطة مهمة، ولقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كذلك. ومن أهم الصور على هذا أولا عنايته الكبرى بأخبار المجاهدين المسلمين أينما كانوا. في زمان المجاهدين الأفغان كان وصلات رائعة بهم، وكان يحرص رحمه الله تعالى على التوفيق بين قادة المجاهدين، ويحرص على حل أي خلاف ينشأ بينهم، ويرسل إليهم مبعوثين الشخصيين من قبله،
ويحثهم على الاجتماع وعلى عدم الفرقة وعلى عدم الخلاف، وكان يحرص على حل الخلاف الذي نشأ بينهم آنذاك بكل الوسائل الممكنة التي كانت تحت يده وقدرته رحمه الله تعالى. لكن الأمر كان أكبر وأعظم واستفحل كما علمتم. وكان يحرص كل الحرص أيضا على سماع أخبار مجاهدين الأخرى، مثال ما حدث في كوزوف، وكان قبل وفاته بقليل رحمه الله تعالى، وكان يحرص على سماع أخبارهم، بل يتألم ويبكي لأحوالهم ويحرص على سماعها حتى وهو في على فراش المرض في المستشفى رحمه الله تعالى، في كوزوفا، في الفلبين، في جنوب الفلبين، في جبهة مورو وفي مندناو، كان يحرص أيضا على معرفة أخبار المجاهدين. في كل مكان فيه جهاد إسلامي كان يحرص رحمه الله تعالى على تتبع أخبار المجاهدين ومعرفة أحوالهم. ومن صور العناية أيضا بالمسلمين في كل مكان وأينما حلوا عنايته بالفقراء والضعفاء المسلمين المنقطعين في بلادهم، وهذه عجيبة. فقد حدث عدد من الأشخاص أنهم كانوا يمرون بقرى في إفريقيا، قرى في مجاهل إفريقيا، في أواسط إفريقيا، فكانوا قد مروا بامرأة، قالت لهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من السعودية. قالت لهم: كيف حال الشيخ عبد العزيز؟ قالوا: وتعرفينه؟ قالت: كيف لا، وقد أحاطت بي مشكلة، فأرسلت إليه وطلبت منه أن يساعدني، فأرسل لي محددا شهريا، مصروفا شهريا 1000 ريال كل شهر يصلني وأنا في قريتي هذه، رحمه الله تعالى. فعجب الناس ودهشوا. وكذلك كان يأتيه المسلمون من أماكن بعيدة، من الاتحاد السوفيتي، من أفريقيا، يسألون عنه. وكان هناك موقف مؤثر لأحد المسلمين من الاتحاد السوفيتي، جاءه في مجلسه في الرياض أو الطائف لا أذكر، المهم أنه جاءه في مجلسه وسلم عليه سلاما حارا جدا وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك، وإني أدعو الله تعالى أن يأخذ من عمري 10 سنوات ويعطيها لك. يعني هكذا هذا الرجل العامي بعاطفته العامية أحب الشيخ. فسألوه: ماذا أدريك عن الشيخ؟ كيف دريت به؟ قال: تأتينا أخباره ونحن هنالك ونسمع عن مساعدته المسلمين وعنايته بهم ونحن في بلادنا. فهذه ميزة رائعة للعالم، أن يعنى بالمسلمين على هذا الوجه من العناية وأن يسأل عنهم. وقضية صرفه الرواتب والمحددات والمصروفات الشهرية لأفراد من المسلمين في أقاصي الأرض وأدانيها قضية معلومة معروفة عنه رحمه الله تعالى. وأيضا من صور عنايته بالمسلمين عنايته بدعاتهم، فإن المسلمين لهم صفوة ولهم خلاصة، فخلاصة المسلمين وصفوتهم مشايخهم، دعاتهم، علماؤهم، فضلاؤهم، هؤلاء صفوة المسلمين، وهؤلاء يتعلق بهم الخير ويتعلق بهم الأمل بعد الله تعالى في عودة المسلمين إلى ماضيهم وعزهم وما كانوا عليه. فكان يعنى بهم أيما عناية ويساعدهم حتى لو اختلف معهم في الرأي. هذه قضية خطيرة مهمة، ليت كثيرا من طلبة العلم يفقهها اليوم ويعرفها كما عرفها الشيخ ومارسها عمليا. أن ليست قضية معرفة، لكن القضية قضية ممارسة، وسيأتي هذا في الجوانب الفكرية للشيخ رحمه الله تعالى. لكن لما حكم الطاغية الهالك على الأستاذ رحمه الله تعالى سيد قطب بالإعدام، يقول الأستاذ محمد مجذوب، وهو من علماء بلاد الشام، كان مقيما في المدينة مدة طويلة، زهاء نصف قرن تقريبا فيما أذكر، يقول: كلفني الشيخ، وكان آنذاك رئيسا للجامعة الإسلامية نائبا للرئيس، فقد كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية الذي كان آنذاك سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله تعالى، فكان الشيخ نائبا له.
وكان يقوم فعليا على شؤون الجامعة، لأن الشيخ محمد كان في الرياض. قال: كلفني بصياغة البرقية التي سيرسلها إلى الطاغية. قال: فكتبت برقية له تقطر شدة وألما وحزنا وصعوبة في خطاب المسؤول، وعرضتها عليه، وكنت أتوقع أن يحذف منها مقاطع لشدتها وناريتها. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: فإذا هو يقرها ويذيلها بقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت برقية التي كانت برقية شديدة. يقول الأستاذ محمد مجذوب، يقول: هي أظنها البرقية الوحيدة من نوعها وفي لغتها التي أرسلت إلى ذلك الطاغية آنذاك. لكن ما أفادت، لكن على الأقل قامت بتخليص الشيخ من إثم السكوت، وتدل كل الدلالة على عنايته بالمسلمين أينما كانوا وفي أي زمان كانوا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من العوامل الكبيرة التي كانت أيضا قد صاغت شخصية الشيخ وأبرزته وجعلته في الطبقة الأولى من العلماء والمشايخ في العالم الإسلامي، هي عنايته الكبيرة بالعوام. العوام لا يكاد الشخص ينفك عنهم ومنهم، لذلك تجد كثيرا من العلماء يعتزلون العوام ولا يحبون الخلطة معهم، لا لشيء إلا لأنهم مشغولون بعلمهم. هؤلاء المخلصون من العلماء مشغولون بعلمهم ودراستهم وتدريسهم وتحضيرهم، والجو أو المناخ الذي هم فيه لا يسمح لهم بلقاء العامة كثيرا. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد برز كثيرا في هذا الجانب، والتفت عليه العوام وحضروا مجلسه وأكثروا عليه جدا إلى الدرجة التي تناقلتها الركبان وعلمها كل قاص ودان من حياته رحمه الله تعالى. وهذه أيضا مشهورة معلومة، يعني كان يأتيه الناس أو لا يكاد يفارقه الناس، بتعبير أصح وأضبط وأدق، فقد كانوا يطعمون معه طعام الغداء وطعام العشاء، ويجلسون معه في كل مناسباته وأحواله، ويكثرون عليه، وبينهم العامي الجلف الطباع، بينهم البدوي الجلف الطباع، وبينهم العامي الذي هو عنده مشكلة فيكثر من الإلحاح بسبب مشكلته، وبينهم صاحب الفتوى الذي يريد أن يجاب على سؤاله، وبينهم الفقير الذي يريد مالا، وبينهم الشخص الذي يريد تزكية وشفاعة، ومعهم فلان وعلان من أصناف الناس وطبقاتهم. فهذه قضية صعبة جدا. القارئ لسيرته رحمه الله تعالى يعلم أنه كان ذا صدر واسع جدا في استقبال هؤلاء العوام، بل كان يغضب من أصحابه ومقربيه إذا نهروهم أو إذا أبعدوهم أو أقصوهم عن مجلسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني ضعفاءكم، ابغوني ضعفاءكم. والحديث المشهور أيها الإخوة الكرام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم، هذه مشهور، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فكان يقرب إليه هؤلاء الناس، بل كانوا يتبعونه إلى سيارته، وكانوا يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، بل كان يستدين رحمه الله تعالى راتبه لعدة أشهر قادمة من أجل أن يوفي بطلبات هؤلاء العوام التي لا تنتهي ولا تكاد تنتهي، لأنها كثيرة جدا جدا. وأيضا كان يرد ردا رفيقا من لا يجد المال الحاضر لإعانته، أو من أعطاه معونة يسيرة لا تفي بحاجته، فكان يردهم ردا يسيرا رفيقا رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا كان. هل هذا فقط؟ لا، بل كان أيضا ملتقى الخواص من طلبة العلم والمشايخ، وكان الناس هؤلاء الخواص من طلبة العلم والمشايخ يفزعون إليه في حل مشكلاتهم وفي النقاش العلمي الذي يعتري كثيرا مجالس الشيخ رحمه الله تعالى. فكانوا يفزعون إليه ويطلبون منه الفتوى في المعضلات، ويعرضون عليه القضايا المشكلات، وكان يجيب عليها
بما تيسر له رحمه الله تعالى. وهنالك عوامل أيضا رفعته وأكرمته، وهي من العوامل هذه عبادته العجيبة، فقد حكى عنه ملازموه، يعني الذي نقول اليوم سكرتير الملازم، حكى عن أنه أحد الملازمين أنه كان يعمل طيلة نهاره في الإفتاء، أي في وظيفة رسمية، ثم إنه رحمه الله تعالى ينقلب إلى بيته فيتغدى مع الناس، ثم يظل في إفتاء الناس وتعرض لمشكلاتهم وحلها إلى العشاء، ثم يتعشى مع الناس، ثم يظل مع الناس إلى وقت متأخر، ثم يخلو بنفسه في مكتبته ليحضر الدروس لليوم التالي، ويطالع كتب الجرح والتعديل وكتب الحديث. قال: ونحن نتعب جدا معه، وكان معه أكثر من ملازم. قال: وكان كثيرا ما يقوم الليل إلى قريب الفجر، يقول: نحن ننام بشدة تعبنا، وهو يقوم يناجي ويدعو ويبكي إلى قريب الفجر، ثم يخرج إلى صلاة الفجر ويجلس لقراءة الأذكار والأوراد، ثم يقوم بإلقاء درسه، ثم يجيب على أسئلة طلبة العلم، ويقول لهم: إن شئتم جلسنا إلى الظهر معكم في أيام الإجازات يعني. ثم هكذا دواليك، وكان من الورع والعبادة والتقوى في مكان عجيب نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه. وكان أيضا زاهدا يزهد عما في أيدي الناس ولا يرى التطلع إلى ما في أيديهم، وهذه ميزة كبيرة للعالم العامل، فإن العالم إذا تطلع لما في أيدي الناس، وطالب العلم إذا تطلع لما في أيدي الناس، فهذه نهايته، فلا يعود الناس يقبلون منه قولا ولا يستجيبون له طلبا، إن شعروا أنه متكالب على الدنيا محب لها راغب فيها يزهدونهم فيه ويتركونه. وهذه ميزة رائعة، وأيضا ميزة للشيخ رفعته أيما رفع، وهي دأبه العجيب وهمته العالية، بحيث كان يشكو منه ملازموه، لا يشكون منه على وجه التبرم منه معاذ الله، لكن يشكون من كثرة الأعباء التي كان يقوم بها مما هم ينؤون عنها ويتعبون. وهذه يعني ميزة أيضا إن توفرت لطالب العلم وللعالم رفعته إلى أرفع المنازل، الدأب والهمة والمثابرة، وكان في كل ذلك مثابرا دائبا على وجه عجيب، منقول عنه رحمه الله تعالى معروف، حتى أنه كان في المستشفى تنقل إليه المعاملات ويجيب على أسئلة الناس ويجيب على أسئلة الهاتفية، وهو في المستشفى بل هو في النزع الأخير كتب شفاعة لأحد الناس، هذا كله يدل على همة عالية ودأب ومثابرة مطلوبة بقوة، خاصة من رجل بلغ 90، يعني مل، يعني يقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أب له يسأمي، ما هو لا أب لك، يعني فإذا عاش الإنسان 80 حولا يسأم، فكيف هذا عاش 90 حولا؟ كبر، والإنسان إذا كبر في السن يضيق خلقه يتعب، لكن هذا كان يعني سمحا رحمه الله تعالى، واسع الصدر يجيب أسئلة الناس، يقبل شفاعات الناس ويكتب لهم شفاعات للمسؤولين، ولا يتعب في ذلك، والقصص عنه كثيرة عجيبة عجيبة رحمه الله تعالى، ارجعوا إليها في سيرته، هنالك كتب ألفت في سيرته، في تفصيلات سيرته لطيفة جدا وفيها كلام رائع. وكان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى، يعني هذا البكاء والرقة هبة من الله تعالى، لكنه كان مشهورا بذلك، وكان طلبة العلم عندما يقرؤون عليه الأحاديث بعض الأحاديث يبكي طويلا، بل قد بكى مرة إثر حديث لمدة 7 دقائق وهو يبكي إثر حديث قرأوا عليه طلبته، وكان يبكي عندما يقرأ عليه حديث أبي بكر المشهور رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، بكى طويلا عقب ذلك الحديث، وبكى أيضا عقب الحديث المؤثر حقا الذي في صحيح مسلم، حديث كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك، وكعب رجل شاعر صاغ الحديث وساقه
سياقة أدبية رائعة راقية جدا. وبكى الشيخ طويلا وهو يقرأ عليه هذا الحديث رحمه الله تعالى، حديث مؤثر للغاية، مشهور ومعلوم الحديث. وأيضا بكى عقب حديث عائشة، حديث الإفك رضي الله تعالى عنها، حيث نزهها الله وبرأها وطهرها، فهي المبرأة الصديقة الطاهرة رضي الله تعالى عنه. وبكى أيضا عقب حديث أبي عبيدة والحوت المشهور، عندما ذهبوا وكان المخصص لهم تمرة واحدة في اليوم، فقالوا ماذا تغني عنكم تمرة؟ قالت قالوا كنا نجد لها غناء، تمرة واحدة يأكلونها ويظلون يمصونها طيلة اليوم حتى لا يعود أو لا يكاد يبقى منها شيء، تمرة للمجاهد. لكن انظر هؤلاء أصحاب التمرة الواحدة كيف فتحوا الدنيا وأناروها وأشرقت الدنيا بسيرهم، ونشروا فيها الضياء، ونشروا فيها النور، ونشروا فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عظماء حقا. تمرة، عندما ذهبوا إلى ساحل البحر في غزوة أو في سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر ووجدوا الحوت، وقصة مشهورة ساقه الله إليهم على ساحل البحر. لكن الشاهد لما ذكر أن الواحد من كان تكفيه تمرة، فكان يبكي رحمه الله تعالى بكاء كثيرا عندما ذكر حديث التمرة هذه. وكان يبكي أيضا عندما تصله أخبار نكبات المسلمين، فمرة جاءه خبر بأن ماركوس الصليبي الهالك في الفلبين قتل عددا كبيرا من المسلمين، فبكى لذلك وتأثر تأثرا عظيما رحمه الله تعالى، وبكى لما حل في كوزوفو بكاء كثيرا رحمه الله تعالى. وهكذا كان، يعني كان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى. بهذه الميزات بزغ الشيخ ونبغ في بيئته، فلم يكن أحد من منطقته وبيئته يقاربه رحمه الله تعالى في مجموع صفاته، بل ولا يكاد يبلغ شطر ما بلغ الشيخ رحمه الله تعالى. وارتقى بهذا إلى السدة الأولى من العلماء والمصلحين والدعاء، نرجو كذلك على مر العصور، فإنه قد فارق بيئته بأشياء، وأيضا تفوق على نفسه في أشياء. يعني رجل أصابته عاهة العمى وهو في قرابة العشرين من عمره، يعني يظن الناس أن الشيخ ولد أكمه، لا، لم يولد أكمه، إنما أصابه العمى وهو في العشرين تقريبا من عمره، إثر المرض الساري الذي كان في نجد آنذاك، فكان يأكل عيون كثير من الناس، ومرض الشيخ رحمه الله تعالى وعمي على إثره. والعميان في الأصل يكونون محدودي المشاركة والتأثير، محدودي الثقافة، محدودي الاطلاع في الغالب على مر العصور. الشيخ تفوق على نفسه في الحقيقة، وارتفع على عاهته التي كانت فيه، واستطاع أن يتجاوز هذه المشكلة، وهي مشكلة كبيرة ليست سهلة، تجاوزها. وأذكر إمام الشاطبي رحمه الله تعالى المقرئ الكبير، توفى سنة 90 و500، كان أيضا أعمى، فطرحت مسألة في الفقه بحضوره، فقال لهم هي في جزء كذا من كتاب كذا، فظل يحدد المسألة لهم حتى وقفوا عليها، فعجبوا، قالوا له أتحفظ الفقه؟ قال نعم، أحفظ منه وقر جمل، وقر جمل يعني حمولة جمل أحفظ من كتب الفقه. قالوا له هل لا درستها؟ قال ليس للعميان غير القرآن. وهذا كان مذهبه الذي يدين به، بحيث أن صهره عليا ابن سالم ابن شجاع، هذا صهره زوج ابنته، نما إلى علمه أن صهره يدرس الأصول، فأتى به أخذ بأذنه وفركها، قال أتقرأ الأصول؟ قال نعم. قال من الفضول أعمى يقرأ الأصول؟ خلاص كن في القرآن وانتهينا، يعني أنت أعمى كن مع القرآن، درس القرآن ويكفيك هذا. يعني هذه نظرة أن الأعمى على مدار العصور رجل محدود الفكر والثقافة والاطلاع والعلم والمشاركة. الشيخ تفوق على هذا، وكان العالم الأول في علمه وعمله رحمه الله تعالى، وهذه ميزة كبيرة. أيضا تفوق على مشاغله، فقد كان إنسانا مشغولا كما يقال اليوم إلى الحد الأقصى، فقد كان رئيسا
لجامعة الإسلامية، ثم بعد ذلك الرئيس العام لإدارات الشؤون العلمية والإرشاد والبحوث والإفتاء، ثم كان مفتيا للمملكة العربية السعودية، وهو رئيس المجلس الأعلى العالمي للمساجد، ورئيس الأعلى للرابطة العالم الإسلامي، ورئيس للجان، ورئيس لجمعيات كثيرة. فمن كان كذلك مع انشغالاته مع العوام التي سبق أن ذكرتها لكم، مع عاهته التي أصيب بها في وقت مبكر من حياته، مع اعتماد كثير من أفراد العلماء وطلبة العلم عليه رحمه الله تعالى بعد الله تعالى في حل مشكلاتهم، مع اجتماع أشياء هذه كلها عليه، استطاع أن يبز وأن ينفرد عن أقرانه وأن يبرز أيما بروز رحمه الله تعالى وأكرم نزله. هذه عوامل رفعت الشيخ وفي الحقيقة وضعته في المكان اللائق به بين علماء العالم الإسلامي. أيضا من العوامل العجيبة التي كان الشيخ قد تفوق فيها وبرز، موقفه المعتدل جدا من المخالفين، وهذه نقطة للأسف نقولها إن قليلا من الناس اليوم يعنى بها أو يلتفت إليها ويصدع برأيه ولو حدث ما حدث. نعم، إن الشيخ كان وقافا عند الحق، يذهب إلى ما يدين الله تعالى به ولا يداري ولا يحابي ولا يمالئ، لكنه كان يحترم الرأي الآخر كثيرا مهما كان مخالفا لرأيه. وهنالك حادثة، يوم جاء الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى محمد، جاء من الجزائر وكان رئيسا للجامعة الإسلامية في الجزائر، جاء إلى الرياض ودخل زائرا على الشيخ. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أكرم نزله جدا ورحب به ولاطفه وقربه، وهذا بعد أن ألف الشيخ الغزالي كتابه المثير للجدل وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وتعلمون ما أثار هذا الكتاب من جدل واسع حول الشيخ رحمه الله تعالى. مع ذلك قربه وأكرم نزله وتحدث معه في عموميات، ما تحدث معه في شأن الكتاب في بداية الأمر. ثم إن الشيخ انشغل، فقفز أحد المشايخ الجالسين وهم من غير السعودية، قفز وصار يجادل الشيخ بقوة وحدة، أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت. فلما انتهى الشيخ من المكالمة سأل، فأخبروا، فأمر ذلك الشيخ المجادل أن يتوقف، وغضب لأن هذا ضيف عنده، وغضب من مجادلته على هذا الوجه، وتكلم مع الشيخ الغزالي في بعض القضايا. الشيخ أنس به وقال له كلاما عجيبا، قال له أنا مستعد أن أرجع عن أي رأي رأيته إن كتبت لي بالأمر الشرعي في هذا. فالشيخ الغزالي أيضا يعني كان رده لائقا ولبقا ولائقا بالعلماء، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان متلطفا معه واستطاع فعلا أن يحصل منه على هذه الإجابة النادرة الرائعة. وكان الشيخ في وليمة أو مدعوا إلى وليمة، لكنه طلب أن يجلس عند الشيخ عبد العزيز وتناول الغداء معه وتأخر على الناس. فلما ذهب إليهم قال ما بالك تأخر؟ قال أنا كنت في عالم آخر، وكان مسرورا من اللقاء جدا رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، مع أن الشيخ رد عليه في بعض كتبه وبعض ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، كان يكرم نزوله جدا، وعندما يأتي إليه الشيخ أبو الحسن كان يلاطفه ويقربه ويكرم نزله ولا يسمح لأحد أن يتناوله بسوء في مجلسه. هذه النفس الأبي، النفس العزيزة، نفوس العلماء التي تأبى أن يذل العلماء الآخرون، وتأبى أن يهان العلماء الآخرون، وتأبى أن يتكلم فيهم أحد بسوء ولو كانوا يخالفونهم في رأيهم أو في شيء من رأيهم. هذه منزلة رائعة، والشيخ في الحقيقة تفوق كثيرا في هذا الباب، وكان له موقف معتدل جدا جدا في هذا الباب. أيضا في قضايا الخلاف الفقهي، فعندما جاءت مسألة رفع اليد بعد الركوع ووضع على الصدر، والشيخ له قول مشهور في نصرتها، وجاء الرأي المخالف فقال عن هذه المسائل وأمثالها إنها مما لا ينبغي أن تفرق صف المسلمين، وينبغي أن يكون المسلمون مجتمعين لا تفرقوا مثل هذه المسائل الخلافية، وينبغي وينبغي وينبغي، وتكلم كلاما لطيفا جدا
يدل على جودة رأيه في المسائل الخلافية، وأنه لا يجبر أحدا عليها رحمه الله تعالى، بل يذهب إلى رأي الذي يذهب إليه ثم يترك الآخرين يعبرون عن آرائهم. وهذا في الحقيقة إنصاف وجودة في التفكير منه رحمه الله تعالى. أما دفاعه عن العاملين من الجماعات الإسلامية فهو شيء مدهش، على أنه قد يخالف بعضهم. مثلا جماعة التبليغ لما وصل إليه رحمه الله تعالى أن عدد من المشايخ يطعن فيهم، وعلى رأسهم شيخ من المشايخ اشتد عليهم، فتكلم معه كلاما رفيقا رائعا، قال له: يا فلان، يعني هؤلاء أناس يعملون ولهم في بلادهم وغيرها جهود مشكورة مبذولة، وكلامك لن يؤثر عليهم، خاصة أنك قلت في ثنايا كلامك أن رئيس بلادهم يحضر معهم، فمثل هؤلاء لا يؤثر عليهم كلامك، فينبغي أن نترفق معهم، وينبغي أن نأخذهم بالحسنى، وينبغي أن نجادلهم فيما نخالفهم فيه في الحسنى. فلم يقتنع ذلك الشيخ واستمر في الكلام عليهم بما لا يليق، فأزعج الشيخ تماما وأنبه تأنيبا قويا شديدا، وختم ذلك التأنيب القوي الشديد بقوله: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يعني هذا بيت صعب وتأنيب شديد. فالشيخ رحمه الله تعالى كان موقف رائع مع هذه الجماعة ومنهجها، ومتميز في الحقيقة. وهكذا ينبغي الإنسان العاقل أن يكون، لأن هؤلاء لهم جهود ولهم أعمال ولهم اجتهادات ولهم أفكار ولهم دعوات وبالملايين، يعني معاداتهم شيء ليس بمطلوب، وفي تفريق للمسلمين. فالشيخ رحمه الله تعامل معهم بحكمة بالغة، وطلب من هذا الشيخ وأمثاله إن كان عليهم مآخذ في العقيدة وغيرها أن يرسل إليهم طلبة العلم وأن يكونوا معهم وأن ينصحوهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون. بل الشيخ موقف رائع فيما يسمى بالصحوة الإسلامية التي ينكرها عدد من المشايخ، ينكرون حتى الاسم ويقولون صحوة، كنا نائمين، كنا كذا، حتى نقول صحوة، وأنا أقول: ما كنا نائمين، كنا موتى. يعني كلمة نائمين كلمة ضعيفة، كنا موتى فأحيانا الله تعالى. فما هو الإنكار في هذا؟ يعني بعض المشايخ ينكر أن يقال هناك كلمة صحوة حتى، والشيخ رحمه الله يقول: سموها صحوة أو حركة إسلامية أو نشاطا إسلاميا، وكان يثني عليها أيما ثناء، ويقول: إن هذه الصحوة الإسلامية دليل على عودة الإسلام من جديد. وكان يطلب من الناس أن يعاونوها وأن يساعدوها وأن يسددوها وأن يساندوها. وهذا موقف أيضا رائع من الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا كنت في الحقيقة قد جمعني به مجلس قبل موته بسنتين في مكة، مجلس خاص، وتكلمت معه على انفراد، وقلت له: يا شيخ، يعني كان في برنامج نور على الدرب كان فيه حديث من أحد المشايخ فيه قسوة شديدة على الصوفية، والسبب لا أدري ما هو، لكنه كان يعمم الضلال عليهم، وإلى الدرجة التي كان يخالف فيها الإنصاف. فلماذا يا شيخ لا نقول فيهم بقول قول منصف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنهم جماعة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، نتابعهم على ما فيهم من خير ونحبهم عليه، ونبغض ما فيهم من شر ونبرأ منه. فقال لي مرتين أو ثلاثا لا أذكر رحمه الله تعالى، قال لي: هذا رأيي، هذا رأيي رحمه الله تعالى. نعم، فإنه لا يمكن أن يعمم الضلال على جماعة من الناس أو فئة من الناس، إنما لابد أن يكون فيهم شيء من الخير وفيهم شيء من الشر، فنحبهم ونواليهم على ما فيهم من خير ونبرأ من شرهم وبدعهم. هذا موقف في الحقيقة متميز وأعجبني من الشيخ، لا لشيء، لكني أحب الإنصاف في كل الشؤون والأحوال والأقوال والأعمال. والشيخ أنصف إنصافا أيضا رائعا جميلا بقوله ثلاث مرات أو مرتين كما قلت لكم لا أذكر: هذا رأيي، هذا رأيي. فهذا موقف متميز منه رحمه الله تعالى في قبول الرأي الآخر، بل كان يستفيد من الكتابات، فقد كان يطلع على كتابات أبي الحسن الندوي ويقرأها في وقت، يعني ينظر إلى هذه الكتابات على نضياع الأوقات من عدد من المشايخ، ينظرون إلى هذه الكتابات الفكرية الثقافية وأمثالها على أنها ضياع للأوقات. الشيخ ما كان كذلك، كان يقرأ ويستفيد
بل كان يقتبس من هذه الكتابات في كتبه. اقرأوا مثلا كلامه في نقد القومية العربية، كلام رائع وجليل، ألفه في أوج القومية العربية في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية، ألفه ليتحدث عن القومية حديثا رائعا يدل على فكر جيد، اطلاع جيد على أحوال هؤلاء الناس وابتداء ضلالهم وكيف ضلوا وما هي مقولاتهم، رسالة موجزة يعني لطيفة اقرأوها. واستفاد فيها من كلام الشيخ محمد الغزالي استفادة جيدة، ونقل أيضا في بعض مصنفاته عن الأستاذ أبي الحسن الندوي، وأثنى على رسالة التعاليم للأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، وأعجبه فقرات منها، وهذا كله موجود مسجل موثق، ما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له نظرة ومنهجية في التلقي مما يمكن أن يكون فيه فائدة وممكن أن يكون فيه خير، كان فيه منهجية في التلقي رائعة ولطيفة. وأيضا كان ينقل أقوال الغربيين، وله رسالة في مصنفة عن المرأة، رسالة لطيفة ينقل فيها عن الغربيين نقولات واسعة، مما يدل أيضا على اطلاع وجودة في هذا الاطلاع رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا ينبغي العالم أن يكون، لا يقتصر على فكر معين ولا على بيئة معينة ولا على مشايخ معينين، وهذا كله من ضمن ما يسمى بفقه الواقع الذي عابه أيضا بعض المشايخ وطلبة العلم وقالوا فقه الواقع فقه. الشيخ رحمه الله تعالى كان متميزا بفقه الواقع، هذا من هذه صورة من تميزه. وصورة أخرى أنه كان رحمه الله تعالى ينقل إليه كل يوم ملف كامل من وكالة الأنباء السعودية عن أخبار العالم الإسلامي يوميا لابد، ويقرأه ويطلع عليه ويعرف ما فيه، فما كان يفوت حدث إسلامي مهم عام ولا خاص إلا ويطلع عليه إما تفصيلا أو إجمالا رحمه الله تعالى. هذه سيرته مشهورة ومعروفة. وكان أيضا رحمه الله له منهج جميل في معرفة فقه الواقع عندما كان في الجامعة الإسلامية، فيحكي لي الدكتور الشيخ عبد الله القادري رحمه الله حفظه الله تعالى ما زال حيا متع الله به المسلمين، يقول لي، يقول كنت في الجامعة الإسلامية مسؤولا عن قسم التوجيه والإرشاد، والشيخ وضعه في هذا المنصب هذا المكان، قال وكنا نأتي بالمجموعات الطلبة، مجموعة الطلبة اليمنيين، مجموعة الطلبة الإفريقيين غرب إفريقيا، مجموعة طلبة شرق إفريقيا. وهذا كلام كان أيام عظمة الجامعة الإسلامية واشتداد عودها وعظم نفعها، أيام كان الشيخ رحمه الله تعالى نائبا لرئيسها ثم كان رئيسها 6 سنوات من 89 هجري إلى 95 يوم مات الشيخ محمد رحمه الله تعالى سنة 89، ومجموعة كذا ومجموعة كذا يأتون بالطلاب. يتحدث الشيخ عبد الله القادري عن المجموعة اليمنية، طبيعة الحال هو رجل من اليمن وتحدث عن المجموعة اليمنية، كيف كان الشيخ يعمل مع اليمنيين؟ قال كان يأتي بالطلاب من اليمن يجمعهم من مناطقهم المختلفة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته، هذه المنطقة فيها غلو من الصوفية، هذه المنطقة فيها غلو فيها شيوعيون، وتعرفون اليمن الجنوبي كيف كان مبتلا بالشيوعيين سنوات طويلات حتى خلصه الله تعالى منهم وأهلكهم الله تعالى ولله الحمد، هذه المنطقة فيها غلو في مذهب كذا، هذه المنطقة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته في اليمن، ثم يقوم الشيخ يطلب من هؤلاء الطلاب أن يطرحوا الحلول. الشيخ في حقيقة له منهج جميل، يطلب من الطالب نفسه أن يطرح الحل، ما هو الحل في رأيك؟ فيقوم الطالب ويلقي فيما يراه هو أنه هو الحل، يلقيه على سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ يشاركه في هذه القضية وينتهون إلى الحل الذي يرضي الجميع، ثم الشيخ يتصرف بعد ذلك بما يراه مناسبا. يعني هذه طريقة رائعة بالنسبة لهؤلاء المجموعة اليمنية ثم المجموعة الإفريقية ثم إفريقيا على تنوعها وعلى اختلاف أماكنها ثم مجموعة الأوروبيين ثم مجموعة الآسيويين، وهكذا يأتي الشيخ على علم وأخبار العالم الإسلامي على أحسن الوجوه، لأنه يستمع إليه من أفواه الطلبة الثقات المعاصرين العارفين بما يجري العالمين،
ويحصل بذلك على العلم الضروري المطلوب للعالم حتى يفهم ماذا يجري في دنيا الناس. هذه طريقة رائعة كان الشيخ يقوم بها في الجامعة الإسلامية. هذا عدا عن أنه كان أيام رئاسته للجامعة، وكما قلت لكم هي المدة الذهبية للجامعة الإسلامية، وأيام كان نائبا للرئيس من 81 هجري إلى 89، فإن الجامعة أنشئت في سنة 81 وأنشئت لتكون معقلا للإسلام والمسلمين في زمان كانت القومية العربية لها الكلمة السائدة في العالم الإسلامي، العالم العربي أعني، والناصرية والبعثية وهذه المذاهب البائدة التي أهلكها الله. فالجامعة الإسلامية قامت ضمن مؤسسات أخرى مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة العالمية شاب الإسلامي لتقاوم هذا المد الزاحف الخطير الشيوعي الماركسي البعثي العروبي القومي المنتن. فكان أيام نائبا للرئيس كان يأتي بالعلماء الكبار من العالم الإسلامي يجعلهم أعضاء في الرابطة ومجلس الجامعة ومجلس الأعلى للمساجد ويجعلهم مدرسين، من استطاع أن يكون مدرسا فليأتي يدرس في الجامعة. فكان هناك نفر من الدعاة الكبار والمثقفين الكبار والعاملين، وكان الشيخ لا يلتفت إلى أقوال الناس فيهم، يقولون هذا فيه كذا، هذا من حزب كذا، هذا من جماعة كذا. الشيخ لا يلتفت إلا بمقدار ما يمكن أن يؤدي هذا الرجل من فائدة للجامعة. فكان الأستاذ الكبير أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى عضوا مجلس الجامعة، عضوا في الرابطة مجلس التأسيس للرابطة، عضوا في مجلس الأعلى للمساجد. كذلك كان الشيخ أبو الحسن الندوي كذلك كان يأتي بكبار الدعاة والمفكرين والمثقفين يدرسوا في الجامعة إبان نيابته لرئاستها وإبان أيضا رئاسته لها. وكان مع ذلك كله رحمه الله تعالى يساند ويسدد، وكان له مجالس معهم ويسمع منهم ويستفيد ويفيدهم رحمهم الله تعالى جميعا. وإن أنسى يا إخوة فلا أنسى موقفه المهم في تغيير المناهج في هذه البلاد المباركة التي اختارها الله تعالى لتكون مهبطا للوحي، وفيها أقدس مدينتين على وجه الأرض مكة والمدينة، وتتطلع إليها قلوب وأفئدة العالم الإسلامي. كان المنهج في هذه البلاد في السبعينات الهجرية وأوائل الثمانينات متأثرا بالمد القومي العروبي الذي هو في الحقيقة في شق بعيد عن الإسلام والمسلمين. كان للشيخ اليد الطولة مع مشايخ آخرين، مثال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى، مثال الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى، أيضا الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى، عدد من المشايخ والدعاء والمفكرين والمثقفين كانوا يجتمعون وفي المدينة وكانوا يكلمون الشيخ ويتباحث معهم في قضايا المناهج. وكان يرسل للأستاذ الكبير حقا حسن آل الشيخ، وهو كان وزيرا للمعارف وكان مشهورا بحبه للعلم وإخلاصه للإسلام والمسلمين، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. كان الشيخ حسن رحمه الله تعالى عاملا أيضا عارفا بما ينبغي أن يقوم به من واجبه إزاء الإسلام والمسلمين. فكان الشيخ يتكلم مع الشيخ حسن آل الشيخ ويرسل إليه الرسائل بضرورة تغيير المناهج، وفعلا حقق الله على يديه تغييرا رائعا للمناهج في هذه البلاد المباركة المطهرة. فصارت المناهج تتواءم وتتفق مع الدعوة الإسلامية التي مرفوع لواؤها في هذه البلاد. فهذه نعمة جليلة جدا، يعني كان للشيخ اليد الطولة في تحقيقها بخطابه المسؤولين وعنايته بهذا الخطاب. هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان أيضا له مواقف أخرى يعني كان يعيبها عليه بعض الناس، مثل مواقف العلمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان له شخصية علمية جيدة، ثقافية جيدة، فكرية جيدة لا بأس بها، يحيط علما بما ذكرته لكم، لكن كان له موقف مثلا يعيبه عليه بعض الناس، مثل قضية ثبوت الأرض وعدم دورانها وقضايا أخرى علمية محضة ثقافية. ونقول نحن لم نعيش في ذلك العصر، يعني كان مثلا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى الشنقيطي ينكر إنكارا باتا مسألة الصعود إلى الأجرام السماوية وإلى الكوكب القمر، ويقول هذا ما يمكن مستحيل ويصر عليها. كان الشيخ رحمه الله تعالى موقف آخر يقول له يا شيخ محمد أنت أعلم منا، الشيخ محمد أمين يقول له أنت أعلم منا.
لكن هذه القضية انتهت، أصبحت مسلمة ولابد أن يعني نؤمن بها. وكان الشيخ بعد هذا الكلام يقول إما أننا نحن فهمنا القرآن فهما خاطئا أو أن هذه القضية منتفية من أصلها. كان يصر يعني الشيخ رحمه الله على هذا، مع ذلك كان الشيخ يوجه ويسدد في هذه القضية عندما علم الحق فاتبعه. وكان الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى قد تكلم معه في هذه القضية وناقشه في قضية مسألة دوران الأرض وكذا. لكن أنتم ضعوا أنفسكم مكان الشيخ في ذلك الوقت في ذلك المكان، حيث كان كثير من العلماء وطلبة علم يقول بأن هذا لا يمكن أن يكون، وبعضهم قال إن هذا سحر، وبعضهم قال إن هذا كذا. فكان يعني الجو العام متأثرا بهذه الضجة الكبرى، صدمة كانت للناس في صعود هؤلاء إلى القمر أو اختراق الحجب الفضائية هذه. فالشيخ تأثر شيئا ما بهذا وكان يذهب إلى الدليل، يعني يقول أن الدليل والله تعالى يقول والشمس تجري مستقر لها، وأما الأرض فهي ثابتة، وهذا مذهبه الذي يراه ويدين الله تعالى به. أكلمه الشيخ عبد المجيد وعدد من العلماء، لكن القضية هي أن الشيخ يعني منصف ويرجع إلى الحق، وإذا وجده ما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للطعن على الشيخ، وما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للنيل من الشيخ وسمعته رحمه الله. فقد كان له أثر عظيم في العالم الإسلامي، وكان الناس يحبونه ويقبلون عليه، وكان له فوائد نافعة وأعمال جليلة لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ. فكل منا يصيب ويخطئ، وما منا من أحد معصوم، حاشا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كل منا يؤخذ من كلامه ورد عليه، حاشا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن هذا بالنسبة لمحاسن الشيخ كقطرة في بحر، وهذا معلوم من حال الشيخ وسيرته. أما محبة الناس له واجتماعهم عليه كلمة واحدة تقريبا فهو شيء عجيب. الموافق والمخالف، القاصي والداني، يحب الشيخ لما علم من تجرده وإيثاره وإخلاصه وحبه للإسلام والمسلمين واهتمامه الكامل بأحوالهم وشؤونهم، أقبلوا عليه وأحبوه حبا جما. وكان الشيخ أيضا لأخلاقه العالية وصدره الواسع في تحمل المقابل أثر كبير في هذا. فكم كان تأتيه رسائل فيها اشتداد عليه، بل فيها سب له وتسفيه، وكان الشيخ لا يزيد على أن يقول هداه الله تعالى ويدعو له ويرد عليه ردا رفيقا فيه دعاء وفيه تثبيت وفيه بيان للحق، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد يرجع أيضا عن حاله وعن وضعه بسبب هذا. والشيخ رحمه الله تعالى كان يأتيه بعض العوام، يعني يكون مدخنا حليقا مسبلا، وبعض المحيطين به يشتد على ذلك الرجل أو يريد أن يهم به صياحا واشتدادا، فيأتي به الشيخ ويكلمه كلاما رفيقا فيما بينه وبينه، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد ذكروا في سيرته رحمه الله تعالى عددا من القصص التي تبين رجوع كثير من الناس عن المخالفات التي كانوا واقعين فيها بسبب ما كان عليه الشيخ من رفق ولين ورحمة مع المخالف وعدم إحراج له. يعني هذه قضية أيضا لطيفة جدا، وأذكر في نهاية هذه الحلقة أنه ما كان في الجامعة الإسلامية رئيسا لها، أحد الإخوة الوافدين احتاج إلى مبلغ، وميزانية الجامعة لا تسمح خاصة في بداياتها ما تسمح، والوضع المالي ما كان يسمح، فطلبوا منه أن يقوم مذكرا للناس في المسجد بأهمية التبرع لمثل هذا الرجل ووضعه صعب، فلم يفعل. فتعجبوا، كان الشيخ ذا ذاكرة واعية وحافظة عجيبة ما يسمح الوقت بإيراد أمثلة لها. فسألوه لماذا؟ قال أنا أخشى أن يتأثر هو وأبناء جماعته وأبناء بلده عندما أقوم وأذكره في المسجد، لكني سأكتب للمسؤولين بشأنه. هكذا كان في رقة مشاعره وحرصه على المقابل رحمه الله تعالى ورضي عنه. أختم بقولي مع ذلك الانشغال كله كان له أكثر من زوجة وكان له أكثر من أسرة، فقد كان رحمه الله تعالى يعنى بهم أيما عناية ويلتفت إلى شؤون زوجاته ويلتفت إلى شؤون أبنائه وبناته بل أحفاده أيضا، يلتفت إلى شؤونهم وأحوالهم وينصحهم ويذهب إليهم في بيوتهم ويقبل دعواتهم ودعوات الأقارب والأباعد. فهذه شخصية متوازنة
في الحقيقة كان للشيخ رحمه الله تعالى أثر لا ينكر في المجتمع الإسلامي وفي العالم الإسلامي، سبب ما كان عليه من توازن في شخصيته وصفاته وعنايته الكبرى بأحوال العالم الإسلامي. فرحم الله الشيخ عبد العزيز، وأين مثله اليوم في اهتمامه بالإسلام والمسلمين وسعة علمه وسعة دائرة اطلاعه وثقافته وفكره، رحمه الله تعالى وأكرم نزله. ونحن ندعو طلبة العلم إلى التزود من هذه السيرة العطرة والرجوع لقراءة هذه السيرة مرة بعد مرة، فقد كان متميزا أيما تميز في جوانب عديدة. نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في سلسلة رابعة قادمة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.